يجب أن تكون الانتخابات في النصف الأول من شهر رمضان. ليش؟ لأن في شهر رمضان الناس موجودة، كل الكويتيين موجودين. أغلب الكويتيين في أول يوم العيد أو حتى ثاني يوم العيد راح يسافرون، وبالتالي ما راح يكون هناك ناس حتى يشاركون في الانتخابات. اللي فهمته من الإخوان في الحكومة أن الحكومة رايحة مع النصف الأول من شهر رمضان راح تكون الانتخابات. قانون الانتخابات يلزم أن تكون الانتخابات من 8 الصبح ل 8 بالليل، هذا القانون الانتخابات. الحين منو يقدر في شهر رمضان يروح من 8 الصبح ل 8 بالليل؟ عادة خاصة أن شهر رمضان صار بعطلة الحين، فالأفضل أن نحول التوقيت يصير من 8 بالليل ل 8 الصبح. انزين، وطبعا هذا ما يصير لان اكو قانون، القانون يقول من 8 الصبح ل 8 بالليل. يصير يطلع مرسوم ضروره، مرسوم الضروره هذا يسبب معروف اولا، وطبعا هذا يخص بس هذه الانتخابات، يطلع مرسوم ضروره يخص هذه الانتخابات فقط.